قال محللون سياسيون يمنيون إن على اليمنيين استلهام الدروس والانتصارات العظيمة التي حققتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني في استرداد حقوقهم. نعم، وأضافوا في تصريحات لقناة يمن شباب أن قوات الجيش والمقاومة بمقدورها تحقيق الانتصارات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشاروا إلى أن المعجزات التي حققتها مقاومة فلسطين يستطيع اليمنيون تحقيقها بالنظر إلى تشابه الظروف بين المقاومة الفلسطينية واليمنية. وأكد السياسيون أن الحصار وتكالب الأعداء لا يثني اليمنيين عن استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. يحصل من انتهاكات في غزة وانتهاك للأمة العربية الإسلامية، وتعتبر أن معركة غزة ليست معركة غزة، هي معركة الشعوب العربية والإسلامية قاطبة. بالنسبة للشعب اليمني، يجب على الشعب اليمني أيضا أن يستلهم الدروس والعبر والعظات من المعجزات العسكرية والانتصارات الكبيرة التي حققتها فصائل المقاومة الفلسطينية رغم الظروف المتشابهة بيننا وبينهم من حيث الحصار ومن حيث تكالب الأعداء، لكن المقاومة الفلسطينية صنعت المعجزات وضربت مثالا يجب أن يحتذي به اليمنيون في خلق المعجزات من وسط هذا العجز، وفي أيضا في الالتفاف الوطني الكبير حول قضيتهم، وأن هذا الحصار وتكالب الأعداء لا يمكن أن يثنيهم عن تحقيق المعادلة الوطنية المطلوبة والتي هي استرداد الدولة وإسقاط الانقلاب. اليوم هي رسالة واضحة للشعب اليمني أن الترسانة الذي مع الحوثي هي هشة. عندما نتحدث عن مقاومة بسيطة محاصرة في غزة استطاعت أن تحرر مناطق من قبل الصهاينة أو الإسرائيليين بسلاح بسيط، اليوم لابد أن يعي تعي المقاومة الشعبية والجيش الوطني أن الحوثي أهون بيت العنكبوت، وأنهم باستطاعتهم أن ينتصروا وأن يحرروا وأن يقوموا بأكثر ما قام بالمقاومة في فلسطين، لأنه بالأخير الحوثي ليس لديه الترسانة الكبيرة في الأسلحة كما إسرائيل. وهذه رسالة للمجتمع الدولي أن المقاومة ستنتصر في الأخير، وأن الناس جميعا خلف هذه المشاريع المقاومة الذي دفعوا فيها أغلى ما يملكون. نتضامن بالمطلق مع الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه، وكذلك نحن نطالب اليمنيون أو اليمنيين بالسير على خطى المقاومة الفلسطينية في استرداد دولته التي تم السطو عليها من قبل الميليشيات الحوثية.